أدى المصلون في مملكة البحرين فريضة صلاة الظهر اليوم في المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار عودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية بالتدريج، مع الأخذ بالأسباب بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا. وبذلك تكون المساجد مفتوحة لصلاتي الفجر والظهر طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، حيث لن تقام صلاة الظهر أو الجمعة إلا في جامع أحمد الفاتح كما هو الحال خلال الفترة الماضية. وكانت إقامة الصلوات قد علقت في جميع المساجد والمصليات منذ 23 من شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية.